احنا اوريدي بقالنا فتره حلوه قطعيه حلوه من الزمان يا حضرات بنتكلم في نفس العنوان ده، الاخطاء التحكيميه واللي في اغلب الاحيان بتكون حتى مش منطقيه. احنا طبعا لو هنتكلم على اخر المستجدات اللي حصل في مباراه الامس هنقول ان طبعا اللي حصل هو كمان كان غير منطقي. يعني الاول كنا بنقول ايه؟ بنقول اهي اخطاء يعني غير مقصوده، ودي حاجه موجوده دايما في عالم كره القدم ووارده وبالظبط زي ما انت بتقولي تيجي وتروح وتعدي وبتحصل مع الكل. لكن دلوقتي المنظومة الرياضية في مصر وفرت لنا تقنية حديثة اسمها تقنية الفار يا حضرات. ايه بقى اللي يمنعنا وايه السبب ان الحكم ما يروحش مثلا في ماتش امبارح ويبص بصة يطل طلة ويشقر كده على الكورتين اللي واضحين ووضوح الشمس، واحدة منهم خطأ فادح جدا طبعا لمحمد شريف. محمد شريف تستحق يعني ركلة جزاء وكارت يعني احمر من غير اي تردد، تمام، وطبعا لصالح مدافع النادي المصري، والحاله كانت واضحه جدا، الراجل ضارب محمد شريف برجله في ظهره والحكم ما فكرش انه ياخد بعضه ويروح يشقر على الفار ويشوف هل الكلام ده حصل من داخل منطقه الجزاء ولا من بره منطقه الجزاء ولا على خط ال 18 ولا في كل الاحوال الحال اللي حصل ده يستدعي كارت احمر ولا ما يستدعيش. كل اللي انا بقول لحضراتكم عليه ده ما حصلش. كرة تانية لحسام حسن برضو مدافع النادي المصري ماسكه من الخلف على حدود الست ياردات، وكابتن عاشور ولا كأن أي حاجة حصلت.